عدنان درجال يودع وأحمد المبرقع يستلم منصب الوزير، ينشد التغيير والعمل الحقيقي لتطوير قطاع الرياضة والشباب. يعني يقدم وافر الشكر لمعالي الكابتن عدنان درجال على ما قدمه ومعه فريقه في الوزارة من السادة الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين. إن شاء الله سيكون العمل من حيث انتهى هذا الفريق، وإن شاء الله ستكون على قدر من الهمة العالية. تمنياتي القلبية الحارة والحقيقية إلى أخي معالي الوزير الأستاذ أحمد بالتوفيق والنجاح، وأنا كلمت يوم أمس في التليفون وهنأت على موقع جديد والمسؤولية الموقعات على عاتقه، وقلت له أنه تعتبرني أخ إليك ومساعد في كل ما تحتاجه خلال المرحلة القادمة.